جيرتي. حبيبي. تفضلي يا آنسة. باردون برجع بعدين. لا 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 تفضلي. عملت دراسة مطولة مشان تعليم مراد الخارجي. ركزت على انجلترا بشكل خاص. في مدارس حلوة بفرنسا وسويسرا بس لازم تكون لغته الإنجليزية منيحة كتير مثل الفرنسي والألماني بالضبط. أنا بنصح يدرس بإنجلترا. عدا عن هيك برامج المدارس يلي نقيتها غنية وفعالة. منيح كتير بس لسه مو بكير على هذا الشيء. مراد لساته صغير. لأنه سمر خانم اليوم طلبت مني اهتم بهالموضوع. ايه أنا ترجيتها. يلا منحكي بعدين إذا بتحبوا. انت تركيهم هون انا وعدنان بنشوفه. شكرا. منين طلعتي بهي كمان؟ صرتي تعملي شغلات كثيره بهذا البيت من دون علمي او اذني. شو اللي ضايقك هلا؟ لانه هذا القرار ما بيتاخذ بهي الطريقه. لازم نفكر فيه بشكل موسع. تمام وهي انا عم بجهز لك ارضيه مشان تفكر. ما عم صدق انت عن جد صاير لك شيء. ممكن تسمعني شوي. ولد مثل مراد وخاصه عم بيحضر حاله مشان يصير مثلك على راس مجموعه. اي نوع من التعليم لازم ياخده؟ مراد عم يتلقى هون تعليم كثير منيح. طيب مثل ما بدك. اصبح ساعده مشان يعيش مرحله شبابيه مثل مهند وخلي افكاره تتشتت وما يتعلم مثل حكايته. شو علاقتنا مهند هلا؟ لانه هذا النموذج اللي عم بيشوفه قدامه حابب يطلع بيشبهه. عم يحكي مثله، عم يلبس مثله، حابب ينبسط مثله كمان. مثل ما بدك، بس إذا بيسافر بعد الجامعة ممكن يكون الوقت تأخر كتير. برأيي من هلأ خليه يركز تفكيره على هذا الموضوع. برأيي بكير. أصلاً بعد ما تروح نهار رح يبقى لوحده. على القليلة بيصير حواليه رفقات شباب مثله بدل من المربية الكبيرة بالعمر. مو حابة هي المرة تبقى السنة الجاية هون. خلينا بالموضوع الأساسي. عم بتفكر إني عم خطط كل هاي الشغلات مشان أردفها للست لميس من هون؟ إذا كنت عم بتفكر هيك عن جد في عنا مشكلة كتير كبيرة. بكل الأحوال المدموزير رح تطلع من حياتنا. مو هذا همي بنوب. أنا عم فكر بالوضع اللي بيخصه لمراد. أصبح فكر بهذا الشيء كمان. ماما رح تتزوج وتروح ونهار رايحة. مراد إذا سافر لبرا على شي مدرسة ما بيبقى لنا أي مسؤولية تجاه حدا. على طول منسافر. هي تحسين قصدير دار الدنيا 4 مرات. نحنا لسه ما زرنا شي من وقت اللي تزوجنا. ما بقينا مع بعضنا لمرة واحدة. ما عشنا حياتنا الخاصة. بلكي منقدر نربي ابننا مكان دافي. وبجوز ولادنا كمان. وإذا كان في شي ناقصنا بندور سوا وبنلاقي. مستحيل نقدر نرجع الزمن لورا. بس فينا نعمل حياة حلوة وهنية مع بعضنا. خلينا نبلش من جديد.